واصلة، نجدد بكم التحية مرة أخرى، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أعطيت الإشارة وانطلق الشوط الخامس عشر المخصص للبكار الصعوب لمسافة هي 1500 متر. انطلقنا فيها واندفعنا فيها مع هذه الأسماء وهذه الشعارات. نبدأ ونتعرف مباشرة على المقدمة وراقب وتابع. وصلت هملولة بشعار سعيد بن عبيد، بن عبيد الدوسري ينطلق معنا بهملولة. المركز الثاني وصول دخول، وصلت شواهين لشعار عنتر بن محمد بن كردي المرخص ينطلق معنا بشواهين. المركز الثالث من ميمنة الميدان التدخل لمقادرة حمد بن راشد المصفو البري. المركز الرابع وصول إلى المركز الثاني يا سلام، وصلت الشاهين يا سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي ينطلق بشعاره. خامس المراكز وصلتنا هنا شواهين محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري. هذه أسماء خمسة انطلقت واندفعت بالتحدي لتكون حاضرة مع ناموس جديد ودخول جديد لتلك الأصائل، ولكن الانطلاقة ما زالت مع سعيد بن عبيد الدوسري ينطلق معنا بمقدمة الشوتة. المركز الثاني محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت شواهين أيضا لمحمد بن راشد بن ثلاب الهاجري. المركز الرابع تراجعت هناك الشاهين سعود بن أحمد سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي حاضر بقوة، ولكن أبقى مع هنا مع سعيد، مع انطلاقة سعيد. سعيد بن عبيد الدوسري ينطلق معنا بمقدمة الشوتة. سعيد بن عبيد الدوسري يا سلام يا سلام يا هملولة هملولة يا هملولة هملولة تندفع بقوة نحو المقدمة. ما شاء الله تبارك الرحمن، وثق هذه اللحظات يا المحنك عبر اسنابك، وثق وانتظار اللقطة الجميلة من بنوك الانتاج في خط النهاية. تنتظرك لقطات جميلة يا الدوسري بانطلاقات هذه الأسماء، وحضرت وكنت حاضرا مع هملولة. سعيد بن عبيد الدوسري ينطلق بمقدمة الشوتة لنعلن له سلام تحية واحترام على هذا الأداء الذي قدمه لنا من قبل هملولة من داخل أرضية الميدان. المركز الأول سعيد بن عبيد الدوسري. المركز الثاني وصلت مقادرة لحمد بن راشد الصفو البري. المركز الثالث وصل الشواهين لمحمد بن راشد بن ثلاب الهاجري. التوقيت الزمني 10 ثواني، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.